بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح التقييم التكويني. نشاط واحد: اقرأ ثم أجب. أخيرا جاء يوم الخميس الذي ننتظره أنا وأصدقائي في الفصل بشدة، فهو يوم مميز يقسمنا فيه المعلم إلى مجموعات ويطلب منا أن ننفذ نشاطا ترفيهيا بالفصل أو الملعب، وفي نهايته علينا أن ننفذ العبارة التي قالها المعلم، ومن ثم يناقشنا معلمنا عن فائدة تعلمناها من ممارستنا هذا النشاط. والنشاط اليوم بعنوان اهمس واكتشف في النهاية، حيث يهمس المعلم بعبارة في أذن أحد الطلاب وينقل الطالب ما استمع إليه إلى غيره بالهمس أيضا، وهكذا ننتقل في الأدوار فيما بيننا، يهمس كل منا للآخر حتى نصل إلى آخر طالب فينا، والذي يقول العبارة التي استمع إليها بصوت واضح. وكانت العبارة التي همس بها المعلم: فن الاستماع مهارة وإبداع. يبقى خلي بالي، عنوان النشاط اهمس واكتشف في النهاية، والعبارة التي قالها المعلم: فن الاستماع مهارة وإبداع. وانتابنا الضحك جميعا حين قيلت العبارة من آخر طالب، حيث قال: منة في القاع واحذروا النعناع. كانت العبارة: فن الاستماع مهارة وإبداع، وعندما قيلت منة في القاع واحذروا النعناع، وبعدها طلب المعلم أن ننفذ العبارة، ولكن من الصعب جدا أن ننفذها، فهي غير مفهومة بالنسبة لنا، ومن المستحيل أن ننفذ ما لا نفهمه. وبعد أن أنصت المعلم لإجاباتنا بعد سؤاله المعتاد لنا: ماذا تعلمتم من نشاط اليوم؟ اختتم الحصة قائلا: لكي تصل رسائلنا خالية من أخطاء قد تغير معناها فتعز علينا ولا نفهمها، وعليها نسيء التصرف، علينا أن ننصت جيدا لما يقال حتى نستوعبه ونتمكن من التواصل فيما بيننا. فاللغة فن استماع. ألف استخرج ما يلي: مضاد غامض. طبعا مضاد غامض واضح، مرادف العسير، معنى العسير الصعب. مفرد قيعان قاع، جمع رسالة رسائل. باء أجب عن الأسئلة التالية: ما عنوان النشاط الذي نفذه المعلم مع الطلاب؟ عنوان النشاط كان اهمس واكتشف في النهاية. ما أهمية مهارة الاستماع؟ للاستماع مهارة مهمة، لكي تصل رسائلنا خالية من أخطاء قد تغير معناها فتعز علينا ولا نفهمها، وقد نسيء التصرف، علينا أن ننصت جيدا لما يقال حتى نستوعبه ونتمكن من التواصل فيما بيننا. فاللغة فن استماع. 3. لماذا لم يستطع الطلاب تنفيذ العبارة التي وصلت إليهم من الطالب الأخير؟ لأن العبارة غير مفهومة، لأنها غير مفهومة بالنسبة لنا، فمن المستحيل أن ننفذ ما لا نفهمه. نشاط 2. حاول التوصل لمعنى كلمة عز من خلال فهمك السياق. ألف عز الماء في المناطق الصحراوية. عز الماء معناها صعب وشق، ولا قوي، ولا قل، وندر. طبعا عز الماء في المناطق الصحراوية معناها قل وندر. باء عز الضعيف بعد ضعف وانكسار. عز الضعيف أي قوي، قوي الضعيف بعد ضعف وانكسار. جيم عز علي فراق أصدقائي بعد انتهاء العام الدراسي، أي صعب وشق. نشاط 3. ضع خطا تحت كل اسم من الأسماء الخمسة ثم اذكر موقعه وعلامته. طبعا الأسماء الخمسة: أب، أخ، حم، ذو، فو. أب، أخ، حم، ذو، فو. شوف الجملة الأولى: رسمت ذا الوجه الجميل.
رسمت ذا الوجه الجميل. طبعا في الجملة الأولى من الأسماء الخمسة ذا الوجه، شروطها أن هي تكون بمعنى صاحب وتكون مضافة، إذن ذا من الأسماء الخمسة. طيب تعال نشوف موقعها، رسمت، مين اللي رسم؟ رسمت، التاء تاء الفاعل، ذا الوجه، ذا هنا موقعها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنها من الأسماء الخمسة. باء، تنقل أبوك بين قرى مصر، أبوك مضافة إلى غير ياء المتكلم وهي مفردة وليست جمع. طيب تعال نشوف موقعها، تنقل، من اللي تنقل؟ أبوك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة. جيم، لا ترفع صوتك على حميك، لا ترفع صوتك على حميك، هل يوجد بها اسم من الأسماء الخمسة؟ نعم، كلمة حميك. هنشوف موقعها، قبلها حرف جر، إذن هي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنها من الأسماء الخمسة. دال، فوك طيب الرائحة، هل بها اسم من الأسماء الخمسة؟ فوك، ودي جملة اسمية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة. وخلي بالي شروط فوك أنها تكون مفردة وما يكونش فيها ميم. ها، احترم أخاك الكبير، احترم أنت أخاك، أخاك موقعها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنها من الأسماء الخمسة. نشاط 4، ضع خطا تحت الخبر واذكر نوعه. ألف، الوفاء صفة يحبها الناس، دي جملة اسمية لأنها بدأت باسم، الوفاء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الوفاء ماله صفة، إذن الخبر صفة، خبر نوع الخبر طبعا هنا مفرد. باء، الحاسوب جهاز متطور، جملة اسمية، الحاسوب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الحاسوب ماله جهاز، جهاز خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد، نوع مفرد. جيم، الأشجار أغصانها مرتفعة، الأشجار مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، الأشجار مالها؟ أغصانها مرتفعة، أغصانها مرتفعة خبر ونوعه جملة اسمية. دال، المثابرة هي أساس النجاح، المثابرة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة هي أساس خبر ونوعه جملة اسمية. نشاط 5، أكمل بالخبر المطلوب بين القوسين. ألف، السماء، المطلوب خبر جملة اسمية، ممكن أقول السماء شكلها جميل، كده أصبح الخبر نوعه جملة اسمية. باء، الأم خبر مفرد، الأم مدرسة. جيم، الصدق نوع الخبر مفرد، منجات، الصدق منجات. نشاط 6، حول الخبر المفرد إلى خبر جملة اسمية. ألف، الطلاب نشيطون، الخبر هنا مفرد، هو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، هنحوله لجملة اسمية، هنقول الطلاب نشاطهم جيد. باء، الغرف منسقة، الخبر منسقة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، هنحول الخبر جملة اسمية، الغرف تنسيقها جميل، تنسيقها جميل خبر جملة اسمية. جيم، الهواء شديد، الخبر هنا شديد، يبقى نكتب المبتدأ كما هو وهنحول الخبر لجملة اسمية، الهواء شدته تضر الزروع. دال، الصديقان مخلصان، هنا الخبر مفرد هنحول الجملة اسمية، الصديقان إخلاصهما كبير. نشاط 7، السرد الوصفي، اكتب نص سرد وصفي لصديقك عن الأسبوع الماضي بالمدرسة وذلك لغيابه بسبب مرضه مراعيا تسلسل الفكر وكتابة الجمل الافتتاحية والختامية واختيار المفردات وكلمات الوصف والتعبيرات الحسية والمجازية مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح بين 50 إلى 70 كلمة. صديقي الغالي عمر، أتمنى أن تكون قد تعافيت من مرضك، اشتقت إليك كثيرا في الأسبوع الماضي، كان أسبوعا مليئا بالأحداث والمفاجآت، فيوم الأحد الماضي في الفسحة لعبنا مباراة مثيرة وممتعة،
كدنا نطير من الفرحة عندما فزنا على فريق الصف الخامس بهدفين. أما يوم الاثنين قدمت عرضي عن الطاقة الشمسية وفوائدها، تحدثت بثقة ونال عرضي إعجاب المعلم. وفي يوم الثلاثاء ذهبنا في رحلة إلى المتحف المصري، وشعرت في قلبي بكنوز وأسرار المكان لأنه كان رائعا. ويوم الأربعاء شاركت في مسابقة الشعر وحصلت على المركز الأول. كان يوما هادئا ومريحا، كان أسبوعا مميزا وجميلا، لكنه ينقصه صوتك ووجودك معنا ومرافقتك. أتطلع إلى رؤيتك الأسبوع القادم. بكده إن شاء الله قد انتهينا من درس اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في الموضوع الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.